عملت اليوم سويس رول على شوكولا محشي بالكريمة البيضة ببس 4 مكونات وبلا فرن. إذا عبالكن تعرفوا كيف عملت هيدا السويس رول يلي ما بيحتاج لا لبيض ولا لزبدة ولا لفرن، احضروا الفيديو للآخر وما تنسوا تجربوه وتعطوني رأيكن. منبلش الوصفة بعلبتين بسكوي على شوكولا، بس أكيد يكون البسكوي بلين. بدنا نطحن البسكوي كتير منيح، نطحنه بالبلندر أو يا أما فينا نطحنه على إيدنا. بعد ما نكون طحنا البسكوي بدنا نحضر الشوكولا. عندي هون 100 جرام شوكولا داكن، دوبته بالمايكروويف أو فيكن تدوبوه بالبان ماري. بعد ما ندوب الشوكولا بدنا نضيفه على خليط البسكوي، منضيفه كلياته على خليط البسكوي وبنرجع نخلطهم اكيد ببعضهم. بنكون نحن بهالوقت جهزنا نص كباية حليب ساخن، منضيفه على خليط البسكوي والشوكولا ومنخلطهم كلهم ببعضهم تتكون عنا هيدي العجينة. ممكن تضطروا تزيدوا شوية حليب زيادة، بس اهم شي الحليب لما بدنا نزيده يكون ساخن. بعد ما نحضر العجينة بنحطها هيك على كلينج راب وبنرجع منغطيها كمان بكلينج راب تتسهل علينا مدها بالشوبك. بنفردها هيك بالشوبك وبعدين بنشيل الطبقة التانية من الكلينج راب وفينا اكيد نقصها على الاطراف تتكون متساوية. منحضر الكريمة، انا هون خفقت كوب واحد من البرافو كريم، فيكن تعوزوا الدومو يلي انتو بتفضلوه، ومنمد طبقة خفيفة فوق العجينة، ما تكتروا مشان ما يصير يطلع كتير لبرا. وبعدين منبلش نلفها كارول، تنلفها منعوز الكلينج راب تنقبها للعجينة ونعمل هيدي الرول. بس تنعمل الرول منلفها كلياتها بالكلينج راب ومندخلها على الفريزر لحوالي نص ساعة ساعة لحتى تحسوها انها جمدت وبصير فينا نقدمها. بنحط عليها صوص شوكولا او فيكن كمان بس ترشوا عليها شوية سكر ناعم، شوية كوكو باودر يلي انتو بتفضلوه، وبتصيروا فيكن تقدموها. ويلا انا ناطرتكن تجربوها، تبعتولي صور وتشوفوا قديشة طيبة. وصحتين والف هنا.